انتوا جرجرتوها على المخافة انت وعمك. حقكم علينا، انا بعتذر وعمي كمان بيعتذر. يعني الحقيقة اللي صار هو عبارة عن سوء تفاهم، والحمد لله انقضى على خير. بالنسبة لكم حبيبي، بالنسبة لكم انقضت على خير. بتعرف ليش يا سيد؟ لك شو طالعكم؟ شو طالعة؟ ناقصنا فضايح؟ الشرطة ما بتفرق معه، بتنحل معه بكلمة آسفين. بس وينك؟ مو الحق عليكم. الحق علي أجركم ببناية محترمة مع ناس محترمين. إذا بتفيدنا بابا مش عارف الله نسيب الدخل رح يعلقوا مع بعض رح ينسوا بعض. بنت حدا قال لك انك صايره ذكيه كثير. شو بنا؟ ليكون شايفه ابوكي حلقان المشاكل بالبنايه ما رح ينزل. خلص ما عم نروح. انا جاي تفكر رح تمرق ابدا. انا اليوم حبيت مره هيك على الخفيف. الحمد لله الحمد لله. تعال وين رايح؟ شو لوين رايح؟ هذا الممثل ايمن صوته بيطعم وقت مشكلتي مع الوقت ذكر معي عاد اجى لعندي لهون على البيت وبلش ينظر علي. فكرك مره له اياها بدون ما اشمت فيه؟ اجت والله جاب على رجليها بعني لهلا. متحملين اصواتكم العالية ومتحملين قلبكم هلا يا ابو بساط. روح هيك وصل القصه لاختي هيك بلا ما حصلت خلق اتركني شوي. يا جيراننا شو القصه؟ شو صاير؟ شوف يا استاذ ايمن سمعنا الشرطه ومخافر واخلاقيه، صار شيء مع اختها؟ لا لا ما في شيء. يا شباب لحظه خلص حبيبتي مشي الحال، نقضت على خير. خلص فوتي.
بيناتنا صاير شيء بينك وبين اخته؟ لا طبعا ما في شيء. رزان بغض النظر ليش كنتي جوا وشو كنتي عم تساوي؟ والله ما كنا عم نساوي شيء، كنا قاعدين عم نحكي. كنتوا عم تحكوا عن موضوع عبير ولا على المصحة اللي دخل عليها ولا عم تقترحي له اسم دكتور، أي شيء. المهم غير هذا الكلام ما لازم ينحكى لا هلا ولا بعدين. طيب وأبوها شو بدي ساوي فيه؟ هلا عارف وين مكانه، يعني بجوز بكرة يروح لعنده ويخبرها عن كل شيء صاير، وساعتها بجوز تفكر انه انا كل شيء ساويته معه هو مشان بعد عن ادم. وانا والله مو هذا قصدي، انا عن جد حبيت المخلوقه من كل قلبي وزعلت عليها وحبيت اني ساعدها. هلا اذا سمعت كلام ابوها بدها تتدمر اكثر ما هي متدمره. طيب انا عندي طريقه، هي الطريقه بتخليه يسكت، ما يسترجي يفتح تمه بكلمه ولا لاي حدا حتى لبنته. شو الكلام اللي بدي خبرك ياه عن هذا البني آدم؟ ما حدا بيعرفه ولا بنته حتى ولا آدم، بس أنا وأمجد. هلأ أنا ما كنت ناوي أحكي بالموضوع نهائيا لولا أني أنا حسيت أنك بحاجة لطريقة تخلي هالختيار الجن يسكت. شان الله قليلي. طمني، حكيت مع أمجد؟ اتصلت معه أكثر من مرة بس ما رد. طيب خلينا نروح لعنده. والله خايف روح لعنده أقعد معه ما أتحمل حالي بدون ما أقله. يعني شر ابن حلال هو عم يقصر. أهلين أبو المجد. لك خيو وينك؟ صرنا دائينك 10 مرات ما عم ترد علينا. الله يعطيك ألف عافية أخي. من آخره بكرة بدي أفطر أنا وياك فول. شو قلت لك؟ لك بعرف بكرة الجمعة أنا ما هأفتح. لك أخي بعرف أنك زلمة تعيب، اسمع شو رح أقلك. أي ساعة بتناسبك؟ 11 12 12؟ منيح. خلص خيو 12 بفقعك تليفون متحاكة ونشوف بعض. ماشي حبيبي، الله معه بالمجد. تعرف إنه هي أحقر مهمة بدي أعملها بكل حياتي؟ شلون؟ جاك كثير. صحتين وهنا. بشرفك بأردنك كلها دقت أطلب منك فولا؟ لا والله ما دقتش. بس كمان سوريا كلها ما دقتك أطلب من أنسف الأردن. إيه مزبوط، هلا باخذك على درعا بطعميك ما نسافر في أطلب منك. دايما. صحتين وهنا. شرب شاي؟ إيه والله. معلم الله يخليك كاستين شاي. هات لأشوف ايش الموضوع الملح اللي بدك يعني فيه. انا بدي اياك موضوع ملح. صلاح انا بعرفك منيح، امبارح نمت ساعة واحدة دقيت لي اكثر من 10 مرات، وبس حكيت لك عزمتني على فول وسكرت محلك واجيت. ايش القصة احكي يا سيدي؟ فعلا طلعت واحد ابضاي وزكي وبتقطع الطاي. انا بفكر عالي فلهوي واني راح انفون. اخي نحن استجد معنا شيء بخصوص اهلك وحابب حطك بالصورة. هات لأشوف ايش القصة. قلبك قوي؟ قوي كثير، بس صار يدق بسرعة. انت بتحكي قبل ما يفرط ولا؟ بعتقد وصلنا لوالدتك، عرفنا مين هي. ايش؟ أهلين رزان، أنا آسف بخصوص اللي صار مبارح. شي بخص عمي؟ شو؟ آدم قلت لك إنه الموضوع ما بينحكى على التليفون. خلص شو بك؟ بس شو بك بحكي لك إذا بتريد. شو؟ قلي وين فيني شوفك؟ وليش هونك بالذات؟ ما بعرف، هيك خطر عبالي. يمكن لأنه هذا المكان بنعرفه أنا وأنت. لا لا
خليني أنا أسبقك بلا ما يفيق عمي ويدي. طيب أوكي بس على السريع. شطافة؟ لا لك أبو المجد ما توقعت منك إيه؟ ليش الشغل عيب؟ هلا إيش فهمتي أخي أنت؟ هسا أنت ما بتعرفنيش؟ لأني بعرفك انصدمت. قبل ما تنصدم افهمني منيح. هات لشوف فهمني. صلاح أنا اللي ربتني حيلي ميسورة، يعني مرتاحة. وأنا من وقت ما كنت صغير لصرت في الجامعة، أهلي عاملوني على مبدأ أطلب تعطى. في هذا الوقت أمي كانت عم تشطف دراج الناس، اللي بهدلها واللي يذلها ويطلع لها قليل الذوق واللي يتحنن عليها بأكل بايتة أو منزوعة حتى. هيك قصدي فهمت هسا؟ فهمت. قوم اتحرك، ايش مستنيك؟ روح رح نمشي شباب. كيف بدي اروح يا صلاح؟ بتعرف من الوضع هيك؟ بحكوا لك المريض معاه اسبوعين، بجوز ما يكفي ساعتين يا زلمة. استنوا معلم. الو جهاد كيفك؟ حضر المرأة وتعال عنا. لا ما يجي لعنا، احنا بنروح عنده. بتعرف ايه مش هيك؟ ايه بعرفه للبيت. خلص ليك. الو اسمع جهاد، خلص استنانا، احنا جايين لعندك مشوار الطريق. ليكن خالي وسو صاروا هون. مرحبا. أهلين. السلام عليكم. مرحبا خالتي. أهلين تقبرني. من وشك عرفت إنك ابنها. خالتي هي بخير؟ بخير. يا حصرتي عليها. بقصد إنها هي عايشة؟ الو ناديا، مش وقت الحديث هسه. نادي حبيبتي مش وقتها هسه. نادي انا رايح اشوف امي. شو امك؟ طب امتى هيك صار؟ انت متاكد؟ طيب حبيبي حقك علي، انا اسفه. خلص انت روق هلا. يا ريتك دقيت لي مشان اكون معك. طيب ماشي يلا باي. شوفي امجد. لا امه خير ان شاء الله خير. ايه هون لك روق نزل خالي، بدي اقفل السيارة. وين خالي؟ خالتي الثانية. ما حدش بيفتح. البنت اللي بتخدمها بتروح تعطي دواء لمريض ثاني. وبتضلها لحالها؟ ليش هي حاسة إذا لحالها ولا معها حدا؟ وينها؟ خالتي وينها؟
ليش بعتيني؟ ليش بعتيني؟ لا أمي لا، عم تنسى على المسكينة اللي حملتك ببطنها؟ بس بعتني يا خالي، بعتني. لا يا أمي لا، لا تقسى عليها. بيقول اللي مثلها بيحس، بيحس على القليلة بالحنية، راضيها. هلأ بس تسمع قصتها تعرف إنك ظلمتها. اشتقت لك يا أمي، والله اشتقت لك. خلينا نقعد برا لأحكي لكم القصة. رزان أنا ما رح أسألك منين جاي بهذا الحكي، بس إذا اللي عم تقوليه مزبوط. هذا الحكي مزبوط آدم، أنا مبارح سمعته وتأكدت منه. صدقني لولا خوفي إنه عمك يجبرها لعبير على الرجعة أو إنه يضغط عليك ليعرف مكانه، أنا ما كنت جبت لك سيرة. لا 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 أبداً، منيح إنك حكيتي، مو بس مشان هذا السبب. لكن لشو؟ لأنه هذا الشيء الوحيد اللي بيفسر موقف عمي مننا أنا وعبير بعد اللي صار. وأنا مبارح فهمت، بس حتى هذا السبب ما بيعطي الحق يتدخل بعلاقتك مع عبير بهي الطريقة. رزان أنا لازم أمشي. مع السلامة. ما بنطلع سوا؟ لا أنا حابة أبقى شوي. قبل ما أروح بدي أقول لك شغلة، أنا طوال الست سنين اللي مرقوا ولا مرة استرجيت أجي فيها لهون. ولا أنا. هذا يا ابني أمك الله يعافيها، لما التعت بأبوه كانت لساتها صغيرة، بنت ضيعة معترة مقطوعة من شجرة، ما في مين ينصحها وما لها كبيرة إلا هيك بيصير وهيك ما بيصير. وما صدقت إجاها مين يطلب إيدها، دغري وافقت، فكرت إنه الدنيا رح تضحك لها وإجاها الفرج رح تتجوز وتنستر. بس يا حصرتي، مثل ما بيقول المثل، المكتوب ما منه مهروب. أبوك كتب كتابه عليها عند شيخ وقال لها هالشي موقت لبين ما يزبط أموره مع أهله، بس وقت طالت المدة ولقيت معاملته ممنيحة وما عرفها لا على أهله ولا على قرايبينه، لعب الفار بعبة وصارت تسأل عنه هون وهون. بس اللي سمعته عنه مثل ما حكت لي إنه ما في شي بيسر الخاطر، صارت تخاف منه وصار بدها حج خلاص. بس يا حصرتي، عرفت إنها حبلة، انجبرت تسكت وتساير، قالت لبين ما قلت باخد الولد وبهرب. ما كان خاطر ببالها إنها متجوزة شيطان طابخ الطبخة ومزبطها من وقت طويل. يوم إجاها الطلق جابوا لها الحكيم على البيت وقالوا لها إنه الولد ما عاش أكثر من ساعة. هي كانت غايبة عن الوعي، بس وقت صحيت ما لقيت أبوك، لقيته هربان. وعرفت الكتاب اللي بيناتهم كان لعبة، ودريت من الجيران إنه الولد ما مات. لوقت إن أخدوه كانوا عم يسمعوا صوته ملات الحارة، وعرفت إنه جوازة كلها تجرة، تجرة والبضاعة هي ابنها، ضناها ابن بطنها. بكل اللي صار يا أمي، أمك ما لها ذنب. ما أجب بالها إنه في بني آدم بهالدنيا كلها بيتجوز وبيجيب ولد مشان يبيعه. طلع هالبني آدم أبوك. إن شاء الله ما حدا يسميه أبوي. مين هذا المخلوق؟ إيش اسمه؟ بعمرها ما ذكرت لي اسمه، ما كانت ترضى ولا بشكل، كانت تقلي إذا ذكرت اسمه بموت. بس هي كاتبة اسمه بعلبة وحاطته بغزانتها، قالت لي مو من حق حدا يعرف اسمه إلا ابنه. يا حصرتي، ضلت كل حياتها عم تدور على ابنها، ما قدرت تعرف شي إلا أنه انباع لعيلة بالأردن غنية، وقالت لي إذا متت قبل ما لاقي ابني ورجع بيان ابني بعد موتي تعطيه إله الاسم بس
هو حر بيعمل اللي بده اياه. هاي العلبه وينها؟ قالت لي اذا متت لك ابني هي بعدها عايشه. خالي الله يخليكي، يعني لو كانت هي بوعيها كانت هي طلبت منك تعطي العلبه. والله ما بعرف، بس هي وصيتها، انا كمان ما بدي اغدر فيها. خالي انا بديش اضغط عليك، الله وحده بعرف اذا هسه بتسمعنا ولا لا. انا اذا صار معي الاسم عهدا علي مش راح ساوي اي اشي زعلها. بكفي قضت عمرك كله زعلاني، واذا مش عم تسمعنا مش راح تلومك ولا تلومي. العلبة مش مقفولة؟ لا أمي لا، ما حدا بيعرف شي عن هالعلبة غيري، وإذا حدا لقاها ما بيعرف شو الاسم المكتوب فيها ولا التاريخ. تعرفه؟ لا هو أنا لا. طيب خالي احكي لي كيف عاشت امي بعد القصة؟ ما شافت يوم حلو بحياتها، ولي على قلبي عاشت بقلة وتعتير وفقر وحرقة قلب. كانت تقلي بدها تروح لعند ابوك، كل مدة والتانية هي اللي بدها تهدده انه هي بدها تفضحه، بس ما عاد لقيت له طريق. تدور عليه تدور عليه ما تلاقيه، ترجع تواسي حالها وتقول أنا بيطلع بإيدي هدده وأفضحه. ما تجوزت؟ لا ما تجوزت، كرهت جنس الرجال كله. كانت تقلي أنا بيجي من قلبي أتجوز وأفرح بجازة وولاد، وأنا ابني اللي ببطني ما قدرت أحميه. كتر خيرك خالي. وهون بتسمع قصص غريبة، قصص يمكن تسمعها برا يتناقلوها الناس، قالوا قلنا صار هيك فلان ابنه ومرته وسته وعمه. هون بتسمع القصص الحقيقية من العالم بتفوت بقلبها، بيحكوها هيك مشاعر وأحاسيس بتشوفها بطريقة مختلفة كتير. هنن أصحاب العلاقة، تشوف قلوب مكسورة. عمره ما لازم الواحد يحكم على قصص العالم من برا. أنت حكيتي قصة؟ ليه؟ ما بعرف، ما أدري. امبارح كان عندي جلسة طويلة مع الدكتورة، قعدنا وحكينا كثير بس ما عم بقدر. كل ما اجي احكي عن هداك اليوم بحس حالي حاختنق، بحس انه في شيء ماسكني من رقبتي ما عم بقدر اتنفس، كانه حدا عم يقطعني الهواء. فكرتني ماني حابه احكي، بس قلت لها اني حابه مبلا. قالت لي طول ما أنت عم تسمي هداك اليوم بهداك اليوم ما رح تقدر تخلصي من مشكلتك. طيب عبير معناها لازم تحكي،
القصة صار لها شهور، واضح إنه ما رح تقدر تتجوزيها لحالك. ليه عم تضحك؟ مضحك كيف بتحكي عن القصة كأنه ما لك علاقة فيها ولا كأنه أنت سببها. لا طبعاً إني علاقة فيها وبعرف إنه أنا سببها، بس هذا ما بيعني إني ما شجعت إني تتخلصي منها. قصدي حتى لو كنت أنا سببك، أنت مو بس لك علاقة فيها، أنت بطلة. إذا طلبت منك تيجي تحضر الجلسة تجي؟ ليش؟ حتى تحكي لي إياها؟ طيب ما أنا بعرفها. بعرف إنك بتعرفها، بس بتعرف الجزء اللي بيخصك إلك، ما بتعرف الجزء اللي بيخصني إلي. حلو إنك تسمع، حلو إذا بتجي بتسمع وبتشوف نظرات العالم لإلك. شو سكتت؟ صعبة مو؟ شو؟ لا إيه سكتت؟ مازال مستصعب تيجي تسمع القصة. ليش كتير مستصعب إني أنا أحكي؟ ما بعرف، أنا يمكن لأني حاس بالذنب إنه أنا تجاوزتها وأنتي لا. زال تجاوزتها، ليش ما حابب تيجي تسمع؟ مستناك بكرة زي جيت رح لحكي. إذا ما أجيت بتكون ما أجيت. تسلموا ايديك خالتي. الله يسلمك تقبرني. مثل ما نبهت عليك، البنت بتمشي من عندها الساعة 10 بالليل، اوعى تروح قبل هالوقت، ما بتبين على رجع البنوم. خلص خالتي فهمت. نزلوني هون، انا بكمل وباخذ مكرب. لا يا خالي، اعوذ بالله على الحكي، يعني بعد ما عذبناكي معنا كل النهار بدنا نتركك لحالك؟ معلش يا امي، اخذ معكم الطريق اكثر من الساعه لحتى تسحبوا على المفتاح بلا ما اغلبكم. نزلني انا متعوده. اعوذ بالله خالتي، ما بنزلك غير قدام البيت. تقبر قلبي، طالع لامك، قلبك لالله. الله يخليك خالتي. ناديا؟ أهلين ميادة. أهلين، كيفك؟ تمام. كنت جاي لعندك. شو بكي ميادة، في شي؟ ما في شي فظيع، بس خلص لما ترجعي حاكيني حابة أقعد معك. طيب ماشي، بس يعني تخانق شي مع أيما؟ لا 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 لا، سيرة طويلة وانت هلأ ما عندك وقت. خلص عن جد لما ترجعي حاكيني حابة انزل وفضفضلك. ايه؟ أكيد، صدقيني لو مو المشوار مهم أنا ما كنت رحت هلا، كنت رجعت معك. لا حبيبتي ولا يهمك، خلص أنت روحي بلا ما تتأخري على موعدك. طيب ماشي، يلا باي. باي باي.
ليك آدم، وصلت معي لهون من لك. شو صار معك بالمستشفى؟ لك فهمني؟ سمحولي شوفها ولا لا؟ اشتقت لها كثير وما بقى قدران تتحمل معها. لك انت مالك علاقة؟ يا اما بتقوم هلا بتوصلني لعندها، يا اما بوش على الشرطة. روق روق عمي روق. يا لطيف اللي بيشوفك من فعلك للقد بيفكر انه كان عندك شي ولد ومختفي من قبل ومتلوى عليه. قوم قوم خلصني شوي تاني بتعتم وتعب باطل. لك قوم خلصني بقى. تعبتك ما؟ ايه انا شو بيعرفني انه عندك هالعقدة؟ لك انا عادي هاي؟ انا عادي؟ قصدي يعني انه اللي عنده بنت بيضل مهموم، مثل ما بيقولوا هم البنات للممات. بس انت الحق عليك، يعني شو كنت خسرت لو جبت لها اخ؟ تخيل كان عندك هيك شب هلا طول وعرض بيوقف جنب اخته وجنبك بهالمحنة، كنت ريحت بالك ما؟ عن جد عمي انا من اول ما تعرفت على عبير وانا مستغرب انه هالبنت ليش وحيدة؟ ليش ما عندها اخت او اخ مثلا؟ خصوصي على ايامكم كانوا يجيبوا اولاد، يعني ثلاثة على القليل اثنين. انت ليش ما جبت لها اخ لعبير؟ لانه ما ماتت وهي بالحفاظة. ايوه وانت بقى عملت الاب الحنون اللي ما بيتجوز بعد مرته ما؟ اي والله ما بتنبلع هالفرضية. انت لوين تتصل؟ لشو عم تلمح؟ ما بدي اصل لشي، بس عم اقول لحالي يعني شو رايك نخف عنا شوي لعبير؟ نتركها بحالة، حاجتها خطي، بكفي قضت حياتها وهي صبية وبعد ما تجوزت عم تدفع ثمن غلطتك. هلو غلطة؟ غلطة الأخ اللي ما جبت لها إياه لحتى يشيل عنك حمل القوة الزايد تبعك. والله مسكين، أي مو معقول شغلة ما بيتحملها العقل. انتظر مني بكرة رسالة مهمة، بتمنى أنها تعجبك. على علمي مواعيد الرسائل تبعك صباحي مو ليلي. شو هاي مواعيد الرسائل؟ شريف على أساس ما بتعرف أنه عم يجينا رسائل صباحية؟ لك لا بلا بعرف أنه عم يجيك رسائل، بس ما بعرف أنه إلا مواعيد. مو مواعيد مواعيد حبيبتي، يعني مسجات صباحية مع فنجان القهوة كل يوم تجينا الصبح مسج. هذا بالظاهر المحروسة متعرفت لها على شي واحد بياع موبايلات وقاعدة عم تضحك علينا احنا الاثنين. لا تحكي هيك صلاح، يعني ما كانت بتكمل او بتضل عم تبعت لك رسائل لو كانت حابة واحد غيرك. ما شاء الله علي، انت وزوجك بتتفلسفوا كل فلسفة. يا تصبحوا على خير. وين قاعدين صلاح؟ لا اخي خليني امشي، يلا خذنا طريقك خذنا طريقك. الله معك. مع السلامة، تلاقي الخير. شرفت. الله يسلمك يا موجع. الله معهم. جهاد في خبر كتير حلو لإلك. يا سلام، هاتي لشوف. جهاد يمكن أنا حامل. شو؟ ايه لا تتبسط كتير، عم اقول لك يمكن. شايفه هاليمكن تبعك هاي؟ ما بتخليني اكون مبسوط وبس، يعني بتخليني طير من الفرحه، بتخليني جن. طيب شو لازم نساوي هلا؟ روق شوي، روق شوي جهاد. لك حبيبتي رايق انا رايق ما فيني شيء، بس يعني بهيك حالات شو بيساوي؟ اول شغله بنتاكد، بعدين في 100,000 شغله نساويها. لك انت بس اعطيني واحده من هال100,000 شغله هدول اللي عم تحكي لي عنهم. لك بس شغله واحده احكي، اطلبي وتمني. شو بدي منك؟ تحملني وتاخذني على التخت. هلا هي هي الشغله؟ تعال لك انا اللي بحبك. خلص روح هلا توقعني يا مجنون.
بعرف انه ما في كلمه روقك، بس شو بدنا نساوي؟ يعني قصه صعبه وبدنا نتغلب عليها. بعدين بتعرف احلى شيء باللي صار معك شو هو؟ انت اكتشفت انه امك حدا بيرفع الراس، مو مثل ما كنت مفكر. تخيل الزعلان ما احلى. هات لشوف، ارجيني اسم ابوك. ما سمعني الاسم انا. بتعرفي؟ الاسم ماله غريب علي. حاولي تتذكر ايش؟ ليك انا مالي متأكدة، استنى شوي. الو، هاي نهلا، كيفك؟ ليك يا حبيبتي بدي اسالك سؤال. هلا هذا الشاب اللي كان زعله اخلاقه الامير، شو كان اسمه؟ رائد. طيب رائد شو، ما بتعرفي؟ طيب بتعرفي اسم ابوه؟ ايه طيب اوكي. لا لا ما في شيء، بعدين بحكيكي. يلا باي باي. مزبوط، ابوك هو ابو لواحد مع اختي بالمدرسة. نادية، من هون لبكره بدي اعرف عنوان شغله بدون ما حدا ينتبه لاي شيء. امجد انت شو ناوي تساوي؟ لا تخافي لا تخافي، أنا ناوي أفتح صفحة جديدة، بس مستحيل أقدر أعملها قبل ما أحط نقطة على آخر السطر. وين هلا؟ تركته قال بده يروح يشوف امه. يا على قلبي، مقهور كثير ما هيك؟ انا بعمري ما شفت هيك بني ادم. عن جد بتحسيه هيك كتلة احاسيسه عم تمشي. عن رائد وعن أبوه؟ بعدين بحكي لك. المهم هلا بدي اياكي تجيبي لي رقم أبو لرائد بأي طريقة، ها، بدون ما حدا يشتلق. وإذا عملت هيك بتحكي لي؟ بحكي لك بدون ما تعملي هيك. بطلي لحركات المقايضة تبعك، كبري بقى. والله ما عم بقدر. باي. مساء الخير أيمن، صار لي من امبارح عم اتصل معك وانت ما عم ترد، شغلت لي بالي في شي. انا
مزعلتك بشي؟ اسمع أيمن، هاي الحركات اللي عم تعملها أنا ما بحبها. أيوة مساء الخير بابا، بقدر فوت؟ أي بابا طبعا تفضل. قلت لحالي عم تدرسي وما بدي عطلك، بس حبيت أسألك عن موعدنا مع بيت أيمن. ما بعرف بكرة ولا بعد بكرة؟ على أساس بكرة. كتير منيح كتير منيح، يعني ما في أي تعديل على الموعد ما هيك؟ ما بعرف، أنا وأيمن لسه ما حكينا. على كل حال بابا، أنا برأيي إنكم أنتوا تتريسوا شوي، تتأملوا الموضوع وتفكروا أكتر. أنا شخصياً بكل صراحة ما عدت معهول. طبعاً بالأخير القرار عايد لألكم. بابا ممكن انزل عند نادية شوي؟ ومن إمتى أنت كنت بتاخد إذن بيك موضوع؟ كان ماما أنت كرمين. شو بدك؟ بظن انك نمت بدون ما تاخذ دواياتك. لا عمي لا، صحيح بنتك غايبة بس انا صهرك، يعني مثل ابنك، ما بتركك تنام بدون ما تاخذ دواء. إذا لساتك مصر تروح لعند عبير، أنا بكرة باخدك، بس بالأول بدك تحكي لي كل شيء.